عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيتكم بفكرة دي ساندويتش بنين يعملوا 66 كيف، خاصة ان الخبز متاعهم يكون ياسر خفيف منفوخ ومن داخل فارغ يهبل، وباش نوريكم الطريقة بالتفصيل باش ينجح معاكم وتو تراو قداش ما سهلو. واللي ساندويتش متاع اليوم باش نعملوهم بشاورما متاع الدجاج، نجمو تعملوهم بصدر الدجاج وإلا زيدا بالسكالوب والبنة، ما نحكي لكمش يجيكم ياسر ياسر فوحين. وبالطبيعة حاجة كما هكا للويكاند ما فهمش ما أحسن منها، دونك أقعد معايا وتابعوني للأخر. نجيو توا للمقادير متاع عجينة الخبز، وهذه مقادير مضبوطة باش نستحقوا مقدار 600 غرام من الفارينة، عليهم كعبة ياغورت طبيعي فيها 110 غرامات، كيس متاع حليب دافي يجينا 150 مليلتر، كيس ماء دافي نفس الشيء 150 مليلتر، زوز مغارف كبار من الزيت النباتي. وباش نستحقوا باكو خميرة خبز فيها 7 غرامات، مغرفة كبيرة متاع سكر، وبالطبيعة شطر مغرفة صغيرة متاع ملح. وتوا يجيو نوريكم الطريقة. ونبداو توا بسم الله باش نحط خميرة الخبز، نضيف عليها السكر ونضيف عليها كمية الحليب الكل ونفس الشيء الماء الكل، وبالطبيعة لازمهم يكونوا دافين باش هكيكا الخميرة ما تتحرقش وتتفاعل بالباهي. نخلطوهم مع بعضهم مليح مليح حتى كشين يذوبنا السكر مع الخميرة، وباش نخليوهم يرتاحوا مع بعضهم مدة 10 دقائق ومن بعد نرجعو لهم. وتوا بعد ما تفعلوا مع بعضهم نضيف كمية الياغورت الكل، ونضيف زيدا الزيت النباتي مقدار زوز مغارف كبار، ونخلطهم الكل مع بعضهم بالباهي حتى كشي نتحصلوا على خليط متجانس. وتوا باش نضيف الفارينة، المرة الأولى باش نحط شطر الكمية، نخلطها مع بعضها بالباهي بيدي كيما هكية. كان تحبوا تستعملوا العجينة نجموا تستعملوها، سينو نجموا تخدموا الخدمة الكل باليد كيما أنا هكية باش نعمل. نحاول نحل الفارينة في الخليط، ومن بعد نكمل نضيف كمية الكل متاع الفارينة. الكل في الكل ديجا كيما قلت لكم استعملت مقدار 600 غرام. وما تنسيوش بتبيعة باش تحطوا الملح، ونخلط كل شيء هكية بيدي حتى كشي نتحصل على عجينة تكون متماسكة لكن في نفس الوقت تكون طرية 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 وتكون تتلصق شوية في اليد. وهذه العجينة كما تلاحظوا لهنا هكا تلمت بالباهي، ومقعد كان باش نعملوا لها عجنة باهية باهية كش سوا باليد وإلا في عجينة اللي متوفر عندكم. المهم أعجنوها مدة 10 دقائق كاملين حتى كشلين تولي رطبة وتكون ياسر ياسر طرية. وكما تلاحظوا لهنا بعد ما تعجنت ولت ياسر رطبة من الفوق وطرية وتتلصق في اليد. وتوا جبت لهنا صحيفة نظيفة، ندهنها بشوية من زيت النباتي على طرف الكل لجنب الكل بالطريقة هذية، باش هكاكا كنحطو العجينة تخمر من بعد تسهل علينا في تطليحة وما تكونش تلصق. نحطو العجينة وبطبيعة حتى هي زيدة من فوق نحاول ندهنها شوية بالزيت النباتي، وباش نغطيها بالبابي سيلوفان مليح مليح على جنب الكل ولا طرف الكل وإلا منديلة اللي متوفر عندكم، ونخليوها ترتاح ساعة كاملة حتى كشين يتضاعف الحجم متاحها، ومن بعد إن شاء الله نرجعولها. وهذه العجينة ما شاء الله بعد ما خمرت في حقها تضاعف الحجم متاحها كما تلاحظوا لهنا كلها أمبيل، وهذيك معناتها اللي هي خمرت بالكدي بالكدي. نجي لهنا توا في الطاولة نرش كمية باهية متاع فارينة لأنه العجينة ياسر تتلصق في اليد، ولازمها تكون تتلصق في اليد باش الخبز من بعد يجيكم خفيف ويجيكم طري وبنين. ونبدأ هكيا نقيس بالميزان، كل كعبورة عملتها 110 غرامات لأنه الخبزة متاع اليوم باش نعملهم متوسطين الحجم، ليهم كبار برشا وليهم صغار، وتنجموا راهو تقيسوا عينكم ميزانكم مش بالضرورة بالميزان. نجيب توا كلهم هكية نحطهم بجنبي، نزيد نرش أكثر كمية من الفارينة ونرش فوقها زيدة، وباش نبدأ نحلها كيما هكية بالقلقال. وكي تجيو تحلوهم بالقلقال حلوهم بالسياسة بشكل الفقاعات هذوكم والهوال اللي في وسطها متاع التخمير الكل ما يخرج، ومن بعد يجينا الخبز منفج وياسر محلاه.
ونشدها كما هكايا، نحي منها كالفرينة الزايده الكل، وكما ريتو السمك نتاعها ما تكونش ياسر غليظه وما تكونش زايده جويده برشا، خاطر فيها الخميره من بعد باش تزيد تنفخ. ونحضروا اطبق بحذينا يكون فيه بابي كويسون باش هكاكا نحطوا عليهم الكعيبات باش ما يتحرقوش وما يلصقوش. وهذوما الكعبيت بعد ما كملت حضرتهم الكل في الكل ما شاء الله، طيحت لي 9 خبزات بالحجم هذية ويجيكم ما شاء الله يعملوا الكيف. توا مقعد كان شنو باش نعمل، باش نغطي عليهم وباش نخليهم يرتاحوا مدة 15 دقيقة حتى كشلين يزيدوا هكا يتضاعف الحجم متاعهم شوية، ومن بعد نرجعو لهم. وانتخطو خليو الفور يسخن على درجة حرارة 230 درجة، يسخن مليح مليح من الفوق ومن اللوتا. وهذوما الخبزات بعد ما حضروا باش نهز توا نحطهم في الفرن على درجة حرارة 230 درجة، نشعل عليهم من الفوق ومن اللوطة ونخليهم يتيبوا في عقل عقلهم. وتو تلاحظوا بشوية بشوية يبدأوا يتنفخوا، وكيما تراو لهنا ما شاء الله وتبارك الله يجيونا منفوخين ومن داخل فرغين يشرهو. وبعد ما يحضروا نخرجهم بالطبيعة ونكمل نحط الطبق الاخر. ونجي توا انتخطان باش نحضروا الشاورما، ما فماش ما اسهل منها. انا اليوم باش نعمل شاورما دجاج، نجمو تعملوها بالاسكالوب وتنجمو زادة تعملوها باللحم علاش لا. دونك شنو باش نعمل، نحي هكا الجلدة ولا اذا كان موجود هكا شوية شحم ولا حاجة، وبالطبيعة نشرحها بالطريقة هذية خاطر راهي الشاورما لازمها تكون جويدة وتجينا ما شاء الله هكي كلها بالطول. نقصها بالطريقة هذية ما تكونش كلي برشا برشا زادة جويدة باش هكاكا ما تتحرقش، هكا نعملوهم في المتوسط، نعملوهم هكايا سيور سيور. واذا كان فما طرف متاع عظم والا حاجه بالطبيعه نحيوه ما نخليهوش، المهم تستعملوا فقط صدر الدجاج. واذا كان تبدا هكايا في طويله برشا هكا تقصوها على اثنين وتقسموها ديكوب بالطريقه هذيا، يعني على شكل طولي، وهذيا النتيجه كيفاش تكون. وبالنسبه للفحات اللي باش نستعملهم، مغرفه كبيره فلفل احمر، مغرفه كبيره تبلو كرويه، مغرفه كبيره من الزعتر، شطر مغرفه صغيره من الفلفل الكحل، شطر مغرفه صغيره كركم، وشطر مغرفه صغيره من الملح. وباش نستحقوا زادة للثوم مقدار مغرفه كبيره ريحتو مليح مليح، وباش نستحقوا زادة زوز مغارف كبار من الياغورت الطبيعي، وهذايا اللي يخلي الشاورما من بعد طريه وتجينا بنينه تشرى. وتوا نجيب اكل الدجاج اللي حضرته الكل واللي قصيته بالطريقه هذيا، نحط عليه كميه الياغورت الثوم وزيدة اللفاحات الكل، المهم نفوحوهم بالكدي بالكدي على حسب الكميه اللي متوفره عندكم. نخلطهم مليح مليح، نجموا راهو اذا كان عندكم وقت تنجموا هاكا تبيتوهم ليله كامله يوم تغدو تستعملوهم، بالطبيعه تحطوهم في الفريجيدير. واذا كان ما عندكمش وقت تنجموا تو سامبلومون تطيبوهم ديريكتومون كيما انا باش نعمل. نجيب لهنا توا المقله نتاعي، نحط فيها شويه زيت خليته يسخن شويه، وباش نحط فيه كميه الدجاج الكل ونبدا نخلطهم هكا في كل مره، ما نغفلوش عليهم باش هكاكا ما يلصقناش وما يتحرقوش. وما شاء الله ريحتها طالعه فيوحه فيوحه تشرى، جربوا التفيحه هذيا والطريقه هذيا وتو تراو ما شاء الله كيفاش تجيكم. وكما تلاحظوا لهنا ديجا هكا بدات تطيب، وقت اللي نوصلوا للمقدار هذايا تبدا هكا تنشح شويه وتشيح وتحسوا الدجاج بدا يطيب، وقتها نسكروا عليها. وبالطبيعه ما تكمل لي ساندويتش نتاعنا كان بشويه فريت، دونك قصيت شويه بطاطا وقليتهم في الزيت. البطاطا هذه لما حاله تجيني حسيتها هكا كانها حلوه شويه، لكن اذا كان عندكم هكا البطاطا نتاع تونس بصراحه وحد هذيك يجيوك عايبه فريت يعملوا الكيف. وهذوما الخبزات نتاعنا بعد ما حضروا، شوفوا ما شاء الله يشره، تقولش عليهم كيما كلي يبيعوا فيهم البرة اكل الخبز، عرفتوه كي يبدا هكا منفوخ وفارغ من داخل يعمل للكيف. هذيك هو بالحق من اليوم باش توليو تعملوه وحدكم في الدار وتحضروا به لي ساندويتش نتاعكم، يجيو خفيف خفيف خفيف
ما نحكي لكمش. خليني نوريكم هكا خبزة عن قرب، تراو ما شاء الله قديش تجينا فرغة وطرية تشرة. وما قعد توا كان باش نحللكم خبزة وتراوها من داخل كيفاش طلعت معانا. بالحق من أروع أنواع الخبز اللي تجربوهم لأي نوع متاع دي ساندويتش تعملوهم. وزادة حبيت نزيد نحللكم كعيبة أخرى باش تزيدوا تراوهم الكلهم يجيوا ما شاء الله أخفيف فرغين، ما يجيوش فيهم حتى تعرف امتى عجينة. كما تراو يجيونا فرغين ما نحكي لكمش. وتوا مقعد كاين باش نحضروا لي ساندويتش متاعنا. جبت بحدي لهنا الفريت، السلايطة، الهريسة، مايونيز، شوية بصل هكي احمر قصيته رونديليت جبيتين، رشة المعدنوس هذيك لازم منها، وزيدة جبت بحدي الشاورما. ونحضرهم بالطريقة هذية، حسيلو نشخشخهم بالكدي بالكدي، نحط فيهم هكا شاورما بالفيهي، نزيد شوية الفريت مع رشة المعدنوس والبصل بصراحة بنة أخرى. وهذوما لي ساندويتش متاعنا بعد ما كملت حضرتهم ما شاء الله وتبارك الله، طيح كمية باهية. إذا كانكم عيلة كبيرة يكفيكم ما شاء الله. وآخر حاجة باش نعملها باش ناخو شوية هكية مستوس اللي عندي، هذه فيوحة على الأخر فيها توسكيي بازيليك وحشيش تبنن بالكدي، دونك كملت حطيتها هكا فوق ساندويتش وتزيدوا بنا على بنا. قولوا لي في كومنتير شنو رايكم في فيديو اليوم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي. باي باي.